اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء هذا هذا اليوم الذي نفحص فيه نصا اخر من نصوص ابي هريره في هذه التجربه التي نقدمها لفائده ابنائنا وبناتنا من شباب البكالوريا شعبه الاداب في الحقيقه هذا النص هو مسك الختام مسك الختام في الكتاب المدرسي يقع بالصفحه السادسه والسبعين منه وما والاه وهو الموسوم بعنوان هذا ما كنت أطلب هذا النص الذي لا أخل أحدا لا يهتم بأن يفحصه لأنه النص الخاتم بعد رحلة طويلة في عالم السرد تداخلت فيها عناصر مختلفة وحضرت فيها روح المسعد مثل ما حضرت فيها أصوات كثيرة سبق أن أشرنا وأشار زملاؤنا الأكارم في حلقات سابقة من الذين توقفوا عند نصوص مختلفة يفحصونها ويسائلونها إلى جوانب متعددة منها. شبابنا التلاميذ نبدأ أولا بالاطلال على هذا النص الذي لا يمثل في الحقيقة يعني كل الحديث الأخير وإنما يمثل الجزء الختامي من حديث البعث الأخر. وهو مصدر بقولين وبعتبتين الأولى لبشار بن برد شاعر الشاعر الضرير إن دائي الصدى والثانية لبوير الفلاذ يأبى السكون والسلام والنار تأباه وبروميتي يأباه لأنه ما زال لعقل الإنسان درجات عدة لابد لها من ارتقائها قبل أن يبلغ الذروة حدث ابو المدائن قال وعثر فرسي حتى كدت اقع على وجهي فنظرت فاذا نحن قد وصلنا جبلا حزيزا صعودا فقلت اتريد بنا شرا قال كلا انما اطلب النهايه وذهب صاعدا وذهبت وانا لا اكاد ارى امامي شيئا لشده الظلام وانما كانت بالافق الغربي بقايا نور تائهه كانها الخير في قلب شيطان وثقل علي السير مظلما فاردته على الرجوع فقال وابا نحن الى ذلك بعد ساعه قال ابو المدائن ومضت لنا ساعه ثم اذا هاتف يهتف شعرا في صوت ما سمعت اروع منه انا الحق يناديك انا الحب يناغيك انا الشوق تغافيك تعال على الدهر تسامى إلى سحري فأكشف عن ستري ذيان كذيال الفجر يرويك من سري أنا الحق تغافيك أنا الحب يناغيك أنا الشوق يناديك حبيبي حبيب الأبد تخلص وهيا نصد علوم الغيب خفايا الرب وقم كالرياح إذا ما علت مهب الرياح تعالي الجبل واطر يا جناح فها قد بدت شواطئ الأزل يقول أبو المدائن فأسمع أبا هريرة يغني وكأنه النار اتقدت أو الله ينادي في الكون بالبعث يقول أيا حق أيا حق لبيك تباركت لبيك حبيبي جلاليك أنا الآن إليك تعال فؤادي فهذه السماء بأوج العلاء لروحي تنادي وهذا خليلي يضيء سناه ضياء السماء ينير سبيلي ثم سكت فاذا انا اسمعه يقول هذا ما كنت اطلب هذا ما كنت اطلب اتذكر اتذكر يا ابا المدائن يوم وقفت عليك بدكانك اشتري عنك شيئا فجاءني من اخبرني بمريم ولدت يعني واحدته وقد ماتت صغيره ولم يكد يتم كلامه حتى حث فرسه وارسله كالريح فاسمع حوافره على الصخور كالرعد وغاب غاب عني في الليل فلم تمض هنيهه حتى سمعت صخورا هاويه وصهيل الم وصيحه كصيحه الفرح تملا الوادي واقشعر لها جلدي فكان الامر مادوبه شياطين ثم سكن كل شيء وناديت فلم يجبني احد فلزمت مكاني الى الصباح فلما اصبحت نظرت فإذا انا على قمه جبل يكاد يبلغ السماء، واذا دم على الصخر فاذا تحتي هاويه يقصر عنها مدى العين. رحم الله ابا هريره: لقد كان اعظم من الحياه. من حديث البعث الاخر كدأبنا دائما وهذا امر سبق ان اثرناه في اخر لقاء لنا قلنا دائما ان المدخل الاول والضروري والذي احتاج دائما ان اذكر به ان الاشتغال على اي نص خاصه اذا كان ضمن سياق النصوص الطويله وضمن هذه السرديات هو ان نضع النص في اطاره كي نجد بشيء من اليسر عناصر تساعدنا على ان نبعد عنة اقتحامه لان كل نص له ما به يدفع عنه المقتحمين، فاذا وضعناه في اطاره يسرنا على انفسنا بعضا من هذا الجهد. هذا النص هو القسم الاخير من اخر احاديث ابي هريره بعد ان خلع صاحبه ابا رغال الذي لقيناه في حصه سابقه وادرك ما يطلب وها نحن نلفيه يدعو رفيقه القديم ابا المدائن ليكون راوية البعث الآخر وليشهده على حدث الختام حدث الختام ولا ختام وحين نقتحم عالم النص ونحاول الاشتغال على المعمار الذي أقامه عليه صاحبه نتبين أن النص كما رأيتم منذ حين يقام على ثلاث مقاطع مقدمة في البداية ثم نسمع صوت الهاتف ويمتد مخبرا ومنشئا ودالا ومخبرا ربما عن القادم كما سنرى ثم رجع الصدى بعد ان عاد ابو المدائن ليحدثنا عما راى من فعل صاحبنا ابي هريرة وسأستسمحكم هذا اليوم يا شباب لأننا لن نشتغل على هذا النص وفق ما ألفتم ووفق ما ألف شباننا في معاهد في معاهد البلاد وفي فصول وفي الفصول لأننا أولا واثقون أن زملائنا في كل مكان سيولون هذا النص ما يحتاجه من من عناية وسيفحصونه معكم ولكننا سنحاول أن نجعل هذا اللقاء يج... يعني يجمع بين امرين اطلاله صغيره على ما ورد في هذا النص قراءه تاليفيه في عجله وخاصه وقفه عند خاتمه الروايه والنص الكبير التي تثير دائما اسئله عند القراء لماذا انتهى ابو هر... ابو هريره الى هذا المصير. هل مات أبو, ره... ابو هريره؟ هل رحل ابو هريره؟ الى اين مضى ابو هريره؟ هذه الاسئله وغيرها سنحاول ان نقاربها على نحو م... ننشئ به بدايه تفكر في الامر في انتظار ان تفحصوا ذلك في فصولكم. اول ملاحظه نريد ان نلفت نظركم اليها اننا مع ابي هريره نشهد أقسى لحظات إدراكه لأنه بات بلا قبلة ومن ضاعت قبلته كما يقول فليضرب في الأرض وأمسى يطلب كالغزالي الغزالي الذي رأينا ريحه قد بلغت أنوفنا منذ الحصة السابقة وأمسى يطلب كالغزالي إنقاذ نفسه من الخواء بعد اندحار أسوار الحس وبعد انهيار جدار الجماعة وبعد ان تهاوى الدين. هذه الملاحظه اساسيه في فهم السياق العام الذي يندرج ضمنه هذا النص. والحاله الوجدانيه التي هيأ فيها المسعدي بطله كي يكون تحت ابصار قرائه في لحظه نهايه الحدث الروائي. الملاحظه الثانيه التي ننطلق منها ان ابا هريره ادرك شان باقي ابطال اعمال المسعدي حدود الانسان وبشريته ونسبيته هذه القضيه ينبغي ان نسلط عليها قدرا من الضوء كل ابطال اعمال المسعدي الذين ينكرون عجزهم والذين يؤمنون بقدره الانسان على الفعل والذين يصنفون ذين ضمن ما يمكن ان نسميه الادب المريد الذي يحتفل بهذا الانسان وهو جزء من ثقافة كاملة في الحقيقة تأسست في حدود أكبر من حدود بلدنا، لأنها ثقافة مرتبطة بنشأة فلسفات أجلت الإنسان واعتبرته مهيئاً أن يكون سيداً في هذا العالم. ولكن هذا الإنسان في في كما صوره وكما رسمه وكما أظهره المخيال الفني للمسعدي عبر كل أعماله وليس هذا أمراً مقصوراً على حدث أبي هريرة قال هو انسان محكوم بحدود يعني لا يمكنه ان يجاوز حدوده لان حدوده المرسومه هي حدود هي حدود تجعله كائنا ذا قدره نسبيه يعني انه لا يمكن ان يجاوز بشريته ولا يمكن ان يتحول الى الالوهيه لان الالوهيه سيكون قد ادركها لو بلغ الحقيقه. هذا البطل هو بطل ماساوي. البطل المأساوي يسير دائما معصوب العينين. ربما ينبغي ان يذكركم بسيزيف بالعناد سيزيف. ينبغي ان يذكركم بالاصرار الذي يبدو عليه كل ابطال الملاحم في التراجيديا اليونانيه القديمه. يحاول المسعدي ان يستظل بتلك الصور وان يمنح ابطاله شيئا من تلك القدره وبعضا من تلك القوه. ولذا راينا ابا هريره لا يستسلم حين صدت تجربه الروح ذاته عن ادراك ذاته التي سالت منه ولكنه لم يفشل ولم يياس فانطلق الى الجماعه وطلب فيها لذه وطلب فيها حقيقه ينشدها لنفسه ولكنه اكتشف مره اخرى ان الجماعه احقر من ذباب تركهم وطلقهم وذهب يطلب أنسا ويطلب يقينا في التدين رقي الجبل باتجاه الدير ووجد ظلمة وصار معها سار معها وصار إلى ظلمة سار وصار معا ولكنه هنا يظل دائما عنيدا لا يتراجع ولا تخور عزيمته إذ هو يرفض الحتم ويسخر من الموت اتذكر جملة لاستاذنا المرحوم الاستاذ طفخ بكار متحدثا عن ابي هريرة يقول انه يبصق على الموت. فاذا تحولنا الان الى تفكيك بعض العناصر الاساسية التي نهض عليها النص. وتوقفنا عند رمزية المكان. في الحقيقة لم يذهب البطل وحده الى ذلك المكان الذي تخيره المسعدي على نحو فيه الكثير من الدقة. كل شيء في نصوص المسعدي مقدر محسوب لا شيء عند عند المسعدي يكون يعني تلقائيا الى 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 حد ان يكون دون وظيفه ابدا كل شيء بحسبان يقول في المكان نحن نرقى مع البطل جبل الحلم الانساني ياخذنا المسعدي الى جبل وهو جبل حزيز يستخدم ذات اللفظ الذي سبق ان استخدمه سنين عدد عندما نشر باكوره اعماله مسرحيه السد. في مسرحيه السد تنفتح الاحداث والبطل غيلان يصعد جبلا حزيزا نباته كالابر. وفي هذا النص في خاتمه الروايه يصعد البطل جبلا حزيزا كمثل الذي انطلق اليه غيلان قبل بناء سده. الملاحظة الثانية المتصلة بفكرة الجبل لماذا اختار أن تكون النهاية على مشارف الجبل وفي أعلاه في لحظة فيها الترقي من السفح إلى القمة أبو هريرة بدا وكأنه موسى يكلم ربه في جبل طور هناك موروث ثقافي كامل خاضع حاضر ومؤثر في الذاكرة في المخيال الفني وربما هو يتدخل في صناعة هذا الخيال الفني للسارد دون أن يعي هو نفسه ذلك وإذا ضربنا صفحا عن جبل طور وقصة موسى كريم الله ربما نستعيد قصه جبل اخر ايضا اقترن في المخيال عند العارفين ولا نظن المسعد الا منهم هو جبل ابي قبيش لان جبل ابي قبيش هو الجبل الذي تقول الاساطير انه نادى ابراهيم الخليل ساعه اراد بناء الكعبه وقدم اليه وديعته ووديعته كانت الحجر الاسود الذي تعرفون ان المسلمين من الحجيج به يتبركون ويحاولون الاقتراب ويتلمسون ثم ان الجبل يصلح كملائم في بناء صوره النهايه لان الجبل شاهق كهمه البطل والمسافه بين البطل وبين الجبل في نهايه الامر مسافه ايقاع بسيط نوع من التجنيس هو نوع من العزف على بين القرار وبين الجواب الجبل الذي لا يجيب والإنسان الذي لا يقر له قرار همة البطل لا ترتاح نفسه إلى العيش بين الحفر ينبغي أن نتذكر أن هذا النص قد كتب حوالي سنة تسعة وثلاثين وتسعمائة وألف في أحوال معينة كان فيها البلد يعاني تحت دير الاستعمار وتحت عصف الاحتلال كان من المهم أن نؤسس لفكرة أن الإنسان لا يقبل أن يعيش بين الحفر ويطمح إلى صعود الجبال عبر عن هذا شاعر تونس المعروف أبو القاسم الشابي عندما قال إنه يكره العيش بين الحفر وكأن أبا هريرة معادل تعويضي أو تعويض تعادلي ينشا عن نفس الصوره وعن ذات التصور فاذا هو رجل يهيم بالاعالي ويحب الجبال هو صوره من طموح شعبه لحظه الكتابه الى التعالي الى مناطحه السماء وهي استعاده ايضا اذا فجرنا المعنى اكثر ضمن ابعاد انسانيه الى صوره سيزيف ألم يكن سيزيف مجاهدا يريد أن يثبت جدارة الإنسان بإنكار عجزه وهو يصعد الجبل؟ حكاية الإنسان مع الجبل حكاية طويلة في كل الثقافات وربما بكل اللغات وإذا المسعد يلتقطها فيعيدها إلينا وكأنها جاءت جديدة وكأن لا أحد سبقه إليها. الملاحظات الموالية تتعلق برمزية الزمان. لان المسعدي قد دعانا الى هذا الحفل البهيج او هذا الحفل العظيم اخر الروايه وصعدنا الجبل مع بطله ولكنه اختار لحظه لحظه فارقه يكون فيها هذا السير وهذا الصعود اختار ان تكون ساعه مغيب تذكرنا باخر عشي في مسرحيه السدي كأننا في لعبة تبادل في الزمن. في مسرحية السد تبدأ المسرحية آخر عشي وهنا تنتهي الرواية في آخر عشي. كأنها دورة زمنية أو هكذا تبدو من لحظة تشوف الشروق في حديث البعث الأولي. إلى لحظة ذوبان القرص الملتهب في لحظة البعث الآخر كأن الرواية تبدو لحظة سياقاً فيه تحول بين لحظه شروق وغروب على نحو ما كان الاغريق يكتبون تراجيدياتهم الملاحظه الثالثه المتصله بالزمان وهذه فقط ملاحظات للتدبر لا يعني اننا قد اتينا على كل ما يمكن ان يقال في هذا الموضوع هذه اللحظه هي لحظه تسال جديده هل ينقطع الضياء باندحار النهار؟ يعني عندما تغيب اشعه الشمس لا تنسوا نحن امام او نحن بازاء روايه رمزيه عندما نقول روايه رمزيه اي انها روايه ذات منحى فلسفي، روايه تسائل العقل هل الانوار مرتبطه بالنهار؟ اليست انوار العشق وهنا نعني العشق الالهي نعني العشق الصوفي اليست انوار العشق ازهى واشد توهجا؟ هل يخمد المسعدي لهب الشمس ينبغي ان نسال انفسنا ام تراه يخمد الوجع الانسانيه المتصله بحرائق الحرب العالميه الثانيه التي تزامن اندلاعها مع تاليف الروايه ينبغي ان نفكر قليلا بالابعاد التي تتجاوز ذات الكاتب ومحيطه القريب وتتجاوز ايضا بلده احيانا الى ابعاد اشمل واكبر واريد اذا سمحتم بعد هذه الاطلاله الصغيره على بعض دلائل المكان وعلى بعض ما قد يوحي به الزمان في هذا المشهد الاخير في هذا الحديث الاخير والاخر وبينهما مسافه وبينهما فرق نريد ان نتوقف عند هاتين الشخصيتين اللتين ستشهدان معا هذه النهايه كان من الطبيعي أن يكون أبو هريرة حاضرا ولكن أبا هريرة كان قد فارق أبا رغال وخلع صاحبه ويأس منه فإذا به يدعو هو بنفسه أبا المدائن الآن صاحبكم أبو هريرة قد أدرك الأربعين قد غدا في سن الرشد يعني يمكنكم أن تقولوا ببعض من الأطمئنان إنه قد أتي بعض حكمه الانبياء. وابو هريرتكم قادم من مطمور التاريخ. تحيلنا ريحه المعتقه الى شظايا هويتنا. لاننا نستعيد هذا الاسم القديم. في لحظه متقلقله. نتحدث عن اواخر الثلاثينات، في لحظه متقلقله من تاريخ الامه زمن وضع الروايه. وابو هريره وهذا ما ينبغي ان يبقى في البال في النهايه ونحن نودعه كمن لا يشتهي ان يودعه. يعيد الينا صورة راوية الحديث براقة بعد ان كادت تبلى. ويحيي المسعدي من خلال اسم ابي هريرة نحويا. في التاريخ كان هناك نحوي اسمه ابو هريرة. لفه النسيان او كاد. رجلان ادرك الاول اي ابو هريرة راوية الحديث بعض اسرار الدعوة، نعني الدعوة المحمدية. وأدرك الثاني بعض اسرار اللغة. وجاء أبو هريرة التونسي مخلوق المسعد الفني ينهل من رمزيهما، من رمزيهما معا فإذا هو مدرك بعض لغة الدعوة. إذا سمحنا لأنفسنا أن نجمع بين لفظ الدعوة في أسرار أبي هريرة الراوية ولفظ اللغة في أسرار النحوي. هي الدعوة إلى الإيمان بالفعل إلى إنكار العجز شأن أبطال الملاحم وهي دعوة أثيرة في تلك اللحظة من لحظات وجع هذا البلد كانت الأصوات قليلة التي ترفع ولكننا نظن أن المسعد حتى إن لم تتقيض الفرصة كي ينشر نصه إلا بعد عقود لأن نصه لم ينشر إلا سنة 73 إلا أن إرادة الفعل كانت ثاوية في كل أعماق هذا النص كما كانت حاضرة وبارزة وظاهرة في نصه الأول الذي أظلم به حرائق الأسئلة عندما نشر مسرحية السد ونحن نقترب من النهاية مع أبي هريرة ينبغي أن نفكر بأن مأساته لا تنبع من اي شيء غير ادراكه حدود بشريته من وعيه الفاجع بعجز الانسان عن تبديل وجه الحياه وينبغي ان تحاولوا ابناءنا التلاميذ ان يعني ان تتصيدوا ساقول بين ذفرين او ان تلتقطوا من مدرسيكم ومن الكتب التي تفحصون ومن الدراسات التي تقع بين ايديكم ان تفحص ان, أن تتصيدوا بعض ما به نحاول تأدية جليل المعاني عندما نتحدث عن قاع الانسان ازاء في لحظة وجع يحاول فيها ان يعيد نحت كيانه وان يقده من لحمه وعظمه لانه في النهايه وجد نفسه في هذا الامتحان منذ ان زج به في امتحان الشروط الاولى للتكوين ومنذ قدر عليه ان يكون جزءا من هذا الكون. نريد ان نعود الى هذه الفكره قلت هو عاجز عن تبديل وجه الحياة لذلك لا يرضى بدونية الحيوان ولا يتأله وعلينا أن نستعيد القول المشهور المسعدي من أن المأساة مأساة الإنسان أنه يتردد بين الألوهية والحيوانية قدره بعبارة الحكيم أن يظل معلقا بين السماء والأرض وإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار سنزيل كل التباسات استخدام لفظ الماساه، ماساه البطل، ماساه ابي هريره تتمثل بالاساس في هذا الوعي الفاجع بان المنشود يعيقه وتعيقه قيود الموجود، وان ما يريد لن يكون كما يريد، خلافا لقول الشعراء الحالمين ساكون يوما ما اريد. الملاحظه المواليه وهي ملاحظة سأوردها عليكم أو أوردها لكم بسبب ما فيها من طرافة أن أبا هريرة تعلم من الحياة ولكنه أيضا تعلم من نسوته الكثيرات وعندما أقول نسوته أنا لا أتحدث عن زوجات لا أتحدث عن حليلات ولا عن خليلات تعلم أبو هريرة من نسائه الكثيرات تعلم من ريحانة التي عرفت بوها صاحبها ثلاث سنوات وتعلم قبلها من الجاريه الراقصه في حديث البعث الاول وتعلم بعدهما معا من ظلمه وما يزال ذكر حبابه المغنيه يتصل صداه في نفسه كلما خلا الى ابي المدائن صديق السبا وما برح لا يذهل عن الزوجه عن زوجته التي اخذتها الصاعقه ولا عن الاخت التي افنتها العله صبيه ولكنني اريد ان استوقفكم عند نقطة اخرى. ينتهي هذا النص بالاشارة إلى امراة اخرى. قبلها سيشير إلى عجوز بشعر احمر وهي التي تعنى من وراء الستار بببغائه. ببغاء يختار لها المسعدي اسما على قدر من الطرافة وعلى قدر من الإيحاء. ملناس اسم غريب مركب من حروف لا تدري الا ان تحاول ملامستها من خلال لسانك الدارج التونسي فاذا بها ملناس صوره من الببغاء تخبرنا بحقيقتنا هي مراه لعجزنا ومراه لنفوسنا الظامئه الى نفوسنا التي جفت ماقيها وهي تبكي وتندب حظ الانسان الذي حكم عليه ان يكون دائما اسير عجزه تلك الببغاء يعتبرها ابو هريره يعتبرها بمعنى انه يتلقف منها العبر ومنها يتعلم وفي اخر القائمه تحضر مريم. مريم آخر من يخبر عنها أبو هريرة قبل أن يلكز فرسه وينطلق إلى قمة الجبل وينطلق إلى النهاية. يلتفت إلى أبي المدائن ويذكره بمريم. مريم كانت ابنته الوحيدة ولكنها قضت صغيرة ولعل هذا تدبرنا الرمز وهذا شأن الروايات الكبيرة. أليست مريم بنت عمران؟ أليست مريم بنت عمران وأليس صاحبنا سيتحول بعد سنوات ليمسك القلم والقرطاسة ليكتب تأملات عمران وهو ما نشر بعد ذلك بلسان وبإمضاء المسعدي أما أبو المدائن هذا هذا عن أبي هريرة المحاور الثاني في النص أبو المدائن والذي سترون انه كان ب... اجمالا كان باهت الحضور ابو المدائن هو من ابي هريره صورته القديمه يعني يمكنكم ان تبسطوا الامور فتعتبروا ان ابو المدائن هو ابو هريره قبل ان تهب عليه رياح التسال وقبل ان تعتصره تعتصره مرارات الحيره وقبل ان يحاول ان يصنع لذاته من ذاته كيانا ينحته كما يقول المسعدي بهذا اللفظ. اي ايام كان قانعا لم تسكن دوده الحيره ولم تعبث بقوارب نفسه لجج السؤال. بعباره ابسط انه رجل هو انه رمز الرجل العادي الذي ظل فاغر الفم. أمام مشهد هائل بدا له مأدبة شيطانية، تذكروا معي آخر النص. عندما أطل بعد أن قضى ليلته في ذلك المكان، بعد أن أطل في الصباح ورأى ذلك المشهد الهائل اكتفى بأن يظهر بعضا من العجب. ولم يظهر على أبي المدائن أنه أن عقله قد تسرب إليه شيء من حيرة، رأى في الأمر فقط ما يدعو الى الدهشه ولكنه لم ينشئ من هذه الدهشه ما يرفعها الى درجه ان تكون لحظه وعي اولى بمكانه الانسان التائهه في بحر النسيان. ثم بعد ذلك يمكن ان نتوقف عند ابي المدائن باعتباره صوره من شعبه. من شعب بلدكم. شعب بلدكم الذي قال فيه الشاب أنت روح غبية تكره النور ربما كان أبو المدائن صورة من هذا الشعب لأنه ما زال يلعب بالتراب كما يقول الشاب والليل مغسي في زمن العواصف الكبرى وفي لحظات التحدي الوجودي هذه إطلالة سريعة على هذين على هاتين الشخصيتين و كيف تاسستا في ذهن القاره في حديث البعث الاخر ولكن دلالات النهايه تحتاج ان نتوقف عند امور اخرى وهو ما نعرض اليه في هذه الملاحظات العجله والعجله ينبغي ان نلعنها حين ندقق ونحقق ونتدبر ونبحث انما هي مجرد افكار اولى تساعدنا على المضي في البحث لما كان أبو هريرة رجل لا نهاية ولأنه يتوق ولا يدرك هفت نفسه إلى شواطئ الأزل وتلك عبارته هفت نفسه إلى شواطئ الأزل وتجلى له الحق في قمة جبل شاهق ففني فيه يعني أن النهاية كما أسلفنا منذ حين اختيار الجبل هو اختيار الترقي اختيار القرب من السماء اختيار لحظة يتحقق فيها الالتحام مع الذات العالية هي لحظة النشوة الصوفية هي لحظة ما يمكن أن نسميه لحظة الذوبان عندما يذوب الصوفي في الله هي لحظة الكشف إذن واضطرام الشوق إلى الاتحاد بالله والذوبان في الحق ولكن كل عام يدرس المسعدي يسأل التلاميذ هذا السؤال هل أمات المسعدي أبا هريرة؟ ألا يستحق أبو هريرة أن نترك له فرصة أن يحيا؟ أزالت حاجتنا إلى أبي هريرة وأمثاله من هؤلاء من هذه الطينة من هؤلاء الأبطال الذين يقبضون على الموقف على الموقف كما يقبض على جمرة النار؟ أستاذنا الراحل طفيق بكار يقول إن خواتم المسعدي تعتمد معنىً واحداً. وهنا يذكرها على سبيل الجمع. وليس هذا الأمر مقترناً أو محدوداً أو مقتصراً على رواية حدث أبو هريرة قال. كل خواتم الأستاذ محمود المسعدي تعتمد في رأي الأستاذ بكار معنىً واحداً هو الجواز. والجواز بمعنى التجاوز. هو ضرب من العبور. عبور إلى ضفاف أخرى. يتعمد المسعد ان يجعلها غامضه من قال ان الغموض يفسد فتنه النصوص على العكس نصوص كثيره تستمد الكثير من فتنتها والكثير من جماليتها في تلك النكهه الغامضه او في تلك اللحظه التي تظل في دائره العتمه يبادر القارئ وحده الى استكشافها او الى افتراضها فينشأ عن ذلك الجدل تحول القارئ بمعنى ما شريكا في الإبداع أيضا مع صاحب النص. المسعدي نفسه يؤكد هذا المعنى حتى لا يظن أحد منكم أننا نتعسف على النصوص ونحملها ما لا طاقة لها به وأن المسعدي قد لا يكون قصد هذا المعنى. لا المسعدي نفسه يؤكد هذا المعنى في كتابه تأصيل الكيان. يقول متحدثا عن كل بطل من أبطاله والكلام للاستاذ محمود المسعدي انه اي البطل يسمو الى نوع من الكيان كانه وسط بين الحياه وحياه اخرى. هذه شواهد مهمه الا وهو الكيان الصوفي يعني ان الكيان الصوفي في النهايه بالنسبه الى المسعدي يمثل خلاصا ودعنا نبسط المساله. وحتى في زمانكم هناك عنايه كبيره اذا إن انتبهتم يا شبان حتى في الوسائط الاجتماعيه وعلى صفحات التواصل هناك عوده غريبه او طريفه الى شعر الصوفيه واحتفال واحتفاء بحضورها في الحقيقه يمكن ان نبسط الامور رجل مثل ابي هريره فجع في يقينه في ذاته وفجع في يقينه في دينه كما فجع من قبل الامام الغزالي وكما فجع من قبله من قبله من قبلهما من قبله من قبله من الحلاج وغيرهم الس القضيه وابن عربي والقائمه طويله هؤلاء الذين ذاق في اذهانهم فهم الدين كما فهمته العامه كما فهمته ظلمه في الروايه فلم تعد عقولهم التي صارت رحبه يمكنها ان تقبل الانحباس في الفهم البسيط والمحافظ للمتدينين وفي نفس الوقت نرى المسعدي لا يريد ان ينخرط في عقلانيه الغرب حتى نهاياتها يعني عندما يدفع بطله الى هذه النهايه ويدفعه على طريق التصوف كانه من جهه يعي حدود النظره الدينيه المحافظه ولكنه من جهة أخرى يريد أن يحافظ على بطله على مسافة تنأى به عن الانخراط الكلي في المنظومة العقلانية ونظرية العقل المحظ هناك حيرة عاشتها الثقافة العربية هي لحظة لحظة مؤلمة وموجعة عاشتها الحضارة في تلك المرحلة وما تزال تداعياتها إلى الآن عندما ننظر فيما يجري من حولنا ما زالت تداعياتها إلى الآن من قال أن الرواية الذهنية أو الرواية الرمزية والرواية الفلسفية لا تتصل بالواقع أو هي دائما منفصلة عنه هي منفصلة عنه ظاهرا ولكنها تتنفس برئه ذلك الواقع موضوعيا مهما فعلت لا يمكنها ان تنفصل الى ما لا نهايه لانها تقتبس روحها منه وتنطق عن بعض شخوص واقعها حتى ان كان صاحب النص لم يفكر بهذا الامر هل بقي ابو هريره حيا في السماء بعد ان رفع شان عيسى بن مريم أين مضى أبو هريرة حين لبى النداء صائحا تتذكرون في النص بعد أن سمع الهاتف قال لبيك ألم يخلف وراءه فيما يروي أبو المدائن صيحة كالفرح لو كان المسعد قد قتله لماذا يجعل أبو المدائن يقول إنه قد سمع صيحة كالفرح عفوا الملاحظة الموالية هذا النص أجلت النظرة أو أجلت التعليق حول العتبتين اللتين صدر بهما المسعدي هذا الحديث الأولى تخبر عن ظمأ إن دائي الصدى تخبر عن ظمأ البطل إلى اليقين لعله عمي كما لم يعم بشار صاحب الكلام بشار برد كان ضريرا ولكن ابا هريره كان اعمى ولكنه لم يكن ضريرا، كان ينظر كما قال في الروايه ولا يرى. لا يكفي ان تكون بصيرا كي تكون ناظرا. تلك هي القضيه التي يدفعنا المسعد اليها. نحن شعوب تبصر باعينها ولكنها قد تكون بصدد إغماض بصيرتها عن حقيقتها لا تريد أن تواجهها ولذلك سيسمعها المسعد من خلال نصوصه صوت نفسها الخافتة والكامنة والذي دفن ويدعوها أن تخرج وأن تردد مع الشاب بيته المشهور إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله والثانية تحدثك عن بروميثي بروميثيوس ومن عجب أيضا أن المسعدي يستنجد بهذا الرمز رمز البطل الإغريقي الذي سرق من النار من الآلهة سر النار وهو نفسه حتى استكمل المشابهة الرمز الذي يستخدمه الشاب وفي نفس الفترة التاريخية عندما يغني نشيد الجبار أو هكذا غنى بروميثيوس ملاحظات أخيرة نقولها والقلب فيه ما فيه عن أبي هريرة لقد توج الحديث الأخير أبا هريرة بالخلود قال المسعدي في آخر سطر إن أبا هريرة أعظم من الحياة ولكن الأهم في تقديرنا أنه قد توج الرواية نصا مغتسلا بأمطار الشعر نحن لم ننصرف اليوم ولم نخصص مجالا لنتحدث عن لغة المسعدي ولكن لغة المسعدي لغة شعرية خالصة ولعل زملائنا في فصولكم يتوقفون عند هذا الأمر وقد تبينتم بعضه فيما سمعتم من الأبيات وكأن, وكأن المسعد ينقلب فجأة شاعرا أو يحل به إلهام الشعر الملاحظة الموالية لم يعد أبو هريرة كائنا زائلا كان كائنا زائلا قبل حديث البعث الأول كان ولد وهو لا يدري كما قال الي ابو ماضي جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ووجدت امامي طريقا فمشيت من انا؟ لست ادري كذا كان ابو هريره يوما ما كان كائنا زائلا ولكنه كف عن ذلك فكف عن ان يكون كائنا زائفا وترك لكم ترك لجمهور القراء ان يحددوا مصيره بعد المسعدي تحكم المسعدي الى حين في مصير ابي هريره طاف به الوديان والاوديه وجعله رحاله لا يني عنه الرحيل ودفعه فاني العصا ثم جعله فارسا اسرج في ذلك الليل فارس قد يطير ولكنه بعد ذلك يعيد الينا صوره قديمه هي صوره مسؤوليه القارئ الذي عليه ان يحدد بعد ذلك مصير البطل. كل الذين وضعوا اعمالا كبيره خلدها التاريخ رحلوا. ولكن ابطالهم بقيت. بقيت في صدور القراء وبقيت بين اجيال المتلقين. وانا لا اظن ان الاستاذ محمود المسعدي الذي يعرف جيدا كل ما كل حرف سطره جون بور سارتر لا اظنه ذهل عن ان يقرا لسارتر قوله لا وجود لادب الا متحركا ويضيف سارتر في بلاغه الفيلسوف والحركه الفعليه هي القراءه فكروا بان قيمه اي نص في ان يظل يقرا وقيمه اي نص في ان يظل يقرا قراءة جديدة لأن النصوص الكبيرة مثل هذا النص مثل نص حدث أبو هريرة قال لا تحتمل تأولا واحدا ولا تحتمل تدبرا في طريق واحدة وإنما هو نص ما زال ربما رغم كثرة ما قيل فيه ما زال بعض ما فيه كالدر ساكنا في أعماق البحر وعلى القارئ أن يتجاوز السطح وأن يحاول أن يكون غواصا يصل إلى يعني منتهى النص، منتهى النص ليس حديث البعث الآخر، منتهى النص هو ما يبقى في أذهانكم، لأنني وساسمح لنفسي بأن أقول هذا اليوم، بعد تجربة طويلة مع شباب البكالوريا يصعب أن تجد من جاوز المرحلة الثانوية وأنهى دراسته الجامعية ولا يمكنه ان ينسى انه قد اطل يوما على ادب المسعدي سيكون المسعدي جزءا من كيانكم وجزءا من ايمانكم بان بلدكم يستحق ان يكون فوق الارض وتحت الشمس رحم الله المسعدي فارقنا وقد ترك فينا وديعته ووديعه المسعدي ابو هريره شكرا لاصغائكم وارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذا اللقاء